أهلا بكم مشاهدينا في أحداث الأسبوع على قناة 22، الحصة التي نتناول فيها أهم ما حدث خلال أسبوع ونناقشه رفقة ضيفنا العزيز المحلل السياسي البروفيسور إسماعيل معرف. أهلا بك أستاذ إسماعيل معرف. أهلا وسهلا كريمة وكل المشاهدين. أوجهها لكم اليوم إلا بالوقوف عند القضية الفلسطينية. لنعلن أنها من ثوابت السياسة الخارجية للدولة الجزائرية، وسوف تظل مثل ما كنا منذ الأزل سند لإخواننا الفلسطينيين. لن نتأخر في الاستجابة لندائهم، وسوف نقف إلى جانب نضالهم حتى تحقيق حقهم المشروع في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشريف وتحقيق حق العودة. القضية الفلسطينية متبعها أنا شخصيا. أولا، ثانيا، لا شوف كنت تبعي مع سي العمامرة يعطيك الديتاي تاع الآلية. أستاذ إسماعيل أهلا بك مجددا. إذا شاهدنا هذين الفيديوين اللذين يتعلقان بأول محور في حلقة اليوم. السلطات الجزائرية طالما رفعت شعار نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وحتى أن السفير الفلسطيني بالجزائر وصف يومين قبل اندلاع الحرب على غزة عبد المجيد تبون بأنه رسول القضية الفلسطينية، واليوم تطرح مجموعة من التساؤلات حول المواقف الحقيقية تجاه القضية الفلسطينية. هل نأت من تبون على الجزائر مثل ما فعلنا مع القضية الفلسطينية أستاذ معرف؟ لا أعتقد تماما، لأن تبون أولا لا يمثل إلا الجهة التي جاءت به للحكم بالقوة والسيطرة والقمع والإرهاب الجزائريين، ولم يكن رئيسا شرعيا مثل ما لم يكن تقريبا منذ 60 سنة للجزائر رئيسا شرعيا. الشعب الجزائري لم ينتخب في حياته رئيسا او مجلسا وطنيا او حتى مجلسا محليا، وبالتالي ان تبون يشبه غيره من الحكام العرب، شعارات ورنانه وايضا تصريحات وخطابات سياسويه شوفينيه عصبيه لا ترتقي الى خطابات رئاسه رجال الدوله. ذلك ان حتى لا نكذب على بعضنا البعض وحتى لا ننساق وراء العواطف الجياشة، لأن الوقائع تفضح دائما هذه العواطف. يا ما سمعنا من الرؤساء الجزائريين وتبون على وجه التحديد خطابات باتجاه القضية الفلسطينية باتجاه القضايا الأساسية تهم الأمة الجزائرية، ولكن بالنهاية عندما تصل الأمور لهكذا مثل ما وصلت الآن إخواننا في غزة يقتلون ويذبحون نجد صمتا مريبا تجاه ما يحدث من سفك للدماء الى غداك. واعتقد انه هذا طبيعي طالما ان تقريبا الشعب الذي هو معتقل وايضا الشعب الذي مقموع، الشعب الذي لا يسمح له بممارسه السياسه، والشعب الذي ايضا لا يسمح له بتشكيل احزاب سياسيه، الشعب الذي ايضا هو ممنوع من وسائل الاعلام، الشعب الذي ممنوع من حقوقه الاقتصاديه والاجتماعيه، فكيف يمكن له لهذا الشعب صراحة أن يؤثر في قضايا كبيرة مثل القضية الفلسطينية؟ وأعتقد أنه مثل ما ظليت أنا نقول في كل القنوات بأن المشروع الاستيطاني الصهيوني ما كان له أن يتمدد وأن يصبح بهذه القوة لولا وجود أنظمة مثل تبون وغيره في البلاد العربية. بالتالي أنه لا يمكن لنا أن نزايد صراحة على القضية الفلسطينية وعلى الفلسطينيين. وأعتقد أنه تصريحات المواطنين الفلسطينيين او المسؤولين هي تصريحات مغلوب على امرهم، لان بالنهايه هم يتشدقون كالغريق في اي قشه يمكن ان تكون. طيب استاذ اسماعيل، علاقه بالموضوع دائما، دعنا نشاهد هذا الفيديو لام من غزه وابنها تصرخ وينك يا جزائر وينك يا تبون، دعنا نشاهد. وينكم يا تبون؟ وينكم يا تبون؟ وينكم يا جزائر؟ وينكم؟ وينكم؟
أستاذ معرف، تعليقك على هذا الفيديو. هي صرخة تدمي القلوب، وأيضا أنها تتحمل مسؤوليتنا إحنا كنخب وأيضا كشعب جزائري، لأن بالنهاية لسنا جديرين صراحة بأننا نعتني بقضية مهمة ومركزية مثل القضية الفلسطينية، اللي هي قضية عقائدية مرتبطة بالعقيدة قبل أن ترتبط بالعبد كعربي غدير، هي قضية دينية بالاستحقاق. وبالتالي أنه هذه الصرخة لهذه الأم التي نتمنى من الله سبحانه عز وجل يذم جروحها وأن يقف معها، هي صرخة بطبيعتها، لأنها كانت تعتقد بأنه فعلا أن تبون والنظام في الجزائر ممكن أن يفعل شيء، لكن هذه الأمه العزيزة لا تعرف جيدا بأنه نحن أيضا نعاني من قمع في الجزائر، وكان من المفروض أن تبون يغيثنا نحن قبل أن يتكلم على إغاثة غزة. الشعب الجزائري يعيش مثل تقريبا غزة، في سجن مغلق، حقوق مهضومة، أموال تنهب لهذا الشعب ويعيش الفقر والفاقة، وناس تهجر، لأن بالنهاية حتى لما نتكلم على التهجير الذي يطال الفلسطينيين، أيضا هو تهجير الآن يطال الشعب الجزائري والشعوب العربية كلها. لاحظ القوارب الموت التي تخرج من شواطئ الجزائر ومن الشواطئ العربية يوميا من الشباب الذي لا يريد أن يبقى في هذه البلدان إلى غداك ويذهب لهذا الغرب المتصين رغبة في العيش إلى غداك. أعتقد أنه فيه تقريبا فيه واحدة المتلازمة متناقضة صراحة بين هذه رغبة الشعوب التي تسير صراحة كالقطيع عندما يؤتمر عليها وأيضا يطلب منها، ولكن هذا الشعوب هي غيبة من على حقوقها. ومن ثم صرخت تلك الأم هي أولا إدانة للنظام في الجزائر، وثانيا هو تأكيد على أن كل الأحرار في الجزائر عندما كانوا يقولون بأنه لا نمتلك نظاما وطنيا، لا نمتلك نظام يعتمد على المؤسسات، نظام يستطيع فعلا أن يدافع على القضايا أولا الوطنية بالنسبة للمواطن الجزائري والشعب الجزائري برمته، وأيضا القضايا الرئيسية التي مات من أجلها الشهداء. تقريبا فلسطين ليست مجرد بلد عربي، مثل ما قلت لك فلسطين بالنسبة لنا هي أرض الأنبياء، هي عقيدة، هي لا يحتمل إيمان المسلم إلا بتحرير القدس الشريف. نعم أستاذ إسماعيل، أمس ما شاهدناه كان جميلا صراحة، شاهدنا الشعب الجزائري خرج وعبر عن موقفه صادحا بأعلى صوته لبيك يا غزة. كيف تصف لنا حشود الجزائريين في مسيرات أمس عبر عدة ولايات جزائرية لنصرة فلسطين؟ والله خارج المشاعر والعواطف وخارج الشيء اللي تشكلت الوجدان العربي وفيه الوجدان الجزائري، الشعب الفلسطيني في حاجة إلى صراحة فعال حقيقية توقف عليها الاستيطان وتوقف التهجير، لأن بالنهاية هذه الهتافات إلى غداك هي ليست إلا ظاهرة صوتية باستحقاق لا يمكن لها أن تفي بالغرض، لأن اليوم الفلسطيني يعرف بأنه لديه إخوة عرب ولديه أيضا داخل حتى العالم العربي يسمع، لكن بالنهاية هو يواجه مصيره بمفرده. هذه الشعوب التي للأسف سأقولها وربما سأغضب الكثيرين، هذه الشعوب صراحة التي تخرج في كل البلاد العربية فيها الجزائر إلى غداك لابد لها أن تعرف بأنه تحرير فلسطين يبدأ بداية من تحرير الجزائر، لأن نتنياهو مش موجود فقط في فلسطين، نتنياهو موجود في الجزائر وموجود في مصر وموجود في المغرب وموجود في تونس، مش في كل المعتقل العربي بلاد عربي. وطالما مثل ما قال غسان كنفاني ما زال نحن تقريبا مقموعين على مستوى الفكر، بمعنى لا نفكر مثل ما نريد، فما أعتقد أننا ممكن. طيب برأيك أستاذ إسماعيل، ما بيد هذه الشعوب أن تفعل اليوم إذا ما خرجت وصدح صوتها في أعالي السماء؟ ما بيدها ان تفعل اليوم؟ شوفي باش تعرفي بانه هذا الشعوب مفعول بها، وهذه الشعوب فقط هذه الانظمه تتركها لكي تتنفس. هل شفتي مثلا هذه الجماهير مشت الى السفاره الامريكيه او السفاره الفرنسيه او السفاره البريطانيه؟ كان من المفروض الشعوب تتوجه في مظاهراتها الى هذه السفارات، وايضا تحاول ان تقتحم هذه السفارات وتحاول ان تبلغ هذه السفارات بانكم انتم من تساندون هذا البربريه وهذا القتل وهذا الصهيونيه وهذا الاستعمار الجديد وهذا الارهاب تقريبا المسكوت عليه في وسائل الاعلام. ولكن الان حتى الدوائر الغربيه والصهيونيه الى غدا متابعه. طيب الناس خرجت
وكانهم في مظاهرات لكرة القدم، وكانهم في مظاهرات خاصة وانتهى. لا لا، لابد أن هذه الشعوب أنها تتوعي، والأول طريق للتوعي هو أنها تخرج هذه الشعوب أيضا من أجل قضاياها. عندما يكون الرئيس منتخب من الشعب يمكن أن يعلن حالة الحرب، ويمكن أيضا أن يطلع رئيس الدولة لكي يقول للمتصهين نتنياهو ولكل الغرب الذي يقف مثل يفعل بايدن ويفعل ماكرون ويفعل رئيس الوزراء بريطانيا، وتفعل المستشار يفعل الوزير الاول الالماني. اذا لماذا لا يخرج مثلا تبون ويقول مباشره بانه لابد ان تتوقف هذا المجزره ونحن ندين الى غد؟ لم نشاهد هذا، ولكن يتركون الشعوب وفق مخطط امني. وبالمناسبه هذه المسيره لم تخرج منها الجزائريين، دعت لها هذه الانظمه في كل البلاد العربيه حتى تنفذ على هذا البلد العربيه. وبالنهايه انا اعطيك مثلا في مصر الشعب المصري كله خرج، لكن هل غير المعادله؟ السيسي قال نعم نعم لتهجير الفلسطينيين، ونعم لاتمام مهمه الكيان الصهيوني بقمع المقاومه واعتبرها ارهاب. اذا هذه الشعوب التي تخرج، نفس الشيء مثلا في المغرب، هل 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 اوقفوا مثلا التطبيع؟ لا، الناس خرجت في الرباط وخرجت في الدار البيضاء وخرجوا في الجزائر الغربيه، ولكن بالنهايه كل هذه الانظمه هي حليفه للصهيونيه وللغرب الذي يقتل اخواننا الى غد. نعم استاذ اسماعيل. على الناس بانه الان تقريبا هذا دفع معنوي الى غد، بل بالعكس هم يجرحون، هم كانهم يخلطون في الجرح الفلسطيني. إذا كان أنت مش قادر على أنك تغير واقعك داخل بلدك، فكيف ممكن تطمح وتحلم أنك أنت تعاودني باش نتغير أنا في فلسطين؟ مفهوم أستاذ إسماعيل، وصلت الفكرة أستاذ إسماعيل. قضية وطنية أستاذة كريمة، قضية تحرير الأوطان قبل أن نبحث على تحرير قضية الأوطان في فلسطين. وصلت فكرتك أستاذ إسماعيل. قبل أن أطرح عليك السؤال، دعنا نشاهد هذا المقطع من برنامج صوت الشعب في حلقة أمس، حين اتصل أحد المتدخلين من الجزائر بمقدم الحصة الأستاذ غني مهدي وقال له ما قال، نشاهد. من كل بلاصة هكذا طلبة تاع الجامعة هكذا هنايا، أيا ما دخلت هكذا نحوس هكذا صحاب بالواد ما كانش. أيا زين نشوف هكذا رحت صحاب ولاد الحراش. ولاد الحراش هكذا واش فيهم؟ يا نورمالمون الشعار اللي تبنى كان عندهم بزاف نواه صحاب الحراك، واش كانوا يقولوا؟ حسبنا هذه دولة ولا استعمار، حسبنا غزة دارنا حصار، الحكاية باينة بوليسي غدار، هاك لي جينيرو باباهم النصار. أو 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 لا لا زيدو ديريو علينا. أو 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 يا الحاس منكم عيينا. أستاذ إسماعيل، استمعنا لهذه المداخلة من أحد المواطنين الجزائريين أمس في برنامج صوت الشعب. لماذا برأيك، أو سأجمع لك السؤال في سؤالين، لماذا برأيك جاءت مسيرة الجزائر متأخرة؟ ولماذا هذا التطويق الأمني الكبير في مسيرة أمس؟ هل هو دائما ذاك التخوف من شرارة الحراك؟ دائما دائما. النظام عدو هو الشعب الجزائري. وبالمناسبة نقول لك بأنه في كل البلاد العربية تقريبا هذه الأنظمة هي عدوة للشعوب، وهي تعرف بأن هذه الشعوب هي تماما غير راضية تماما على هذه الأنظمة، بل تعتبرها تقريبا تكملة لما قام به الاستعمار وبما يقوم به أيضا هذا الاستعمار الجديد. وبالتالي أنه هذا التأخر في السماح للمسيرات إلى غداك هو كان لضبط كل الأمور، وأيضا حتى النظام في الجزائر لا يظهر بمظهر أمام القوى الغربية وأمام أيضا إسرائيل بأنه يدعم القضية الفلسطينية بالطريقة التي تقلق الصهاينة والغرب بشكل عام. هم يريدون أن هذه الأنظمة أن تبقى بالقمع، تبقى بالديكتاتورية، ولا تسمح بالديمقراطية، لا تسمح بالتغيير الحقيقي، لا تسمح بالمراحل الانتقالية التي تبني الدولة. لأن بالنهاية لو كان في الجزائر فيه ديمقراطية حقيقية، فيه انفتاح حقيقي، فيه أن المواطن يستطيع أن يشعر بأنه مواطن حقيقي وليس مجرد صراحة قطيع يؤتمر بالعسكر وبالبوليس وبالقمع إلى غداك. بالتالي أنه هذا التأخر كان بسبب الخوف الكبير من صراحة
من ان تتحول هذا الشراره من دعم للقضيه الفلسطينيه الى دعم للديمقراطيه في الجزائر، وايضا قمع لهذا النظام البوليسي الامني الذي لا يريد للجزائر صراحه ان تخرج من هذا من هذا من هذا عمق الزجاجه. وايضا نعم. ربما الكثير من المشاهدين الذين الان ربما يتحسرون على ما يجري في فلسطين، يتحسرون على فلسطين، ولكن لابد ان يعرف بانه اذا كان قمعوا اخواننا الفلسطينيين فنحن نقمع ايضا في هذا. وبالتالي انه وضعنا بالنسبه لفلسطين نحن كالعرب والجزائريين بشكل خاص نعاني ايضا من نفس القمع، ما فيش فرق، لان بالنهايه انت مصادرتك الحريه الى والاخوان الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات لم يعودوا يعيشون بمفردهم في الشتات، الجزائريين والمغاربه والتوانسه والمصريين واللبنانيين كلهم يعيشون في الشتات، كلهم مهجرون لبلدانهم. شوف الان شحال كاين مواطن جزائري موجود في اوروبا، شوف شحال مواطن مغربي موجود في اوروبا، بل كان الاحلام احلام الصبايا، احلام الاطفال الصغار هو ان يخرجون من اوطانهم. اذا كيف يمكن لنسمي ما تقوم به هذه الشعوب من مظاهرات في الجزائر او التهديد بانها هو عمل بطولي وعمل ربما يدسان القضيه الفلسطينيه؟ انا في رايي بانه عندما نتوقف عن الكذب عن الذات، عندما لا نقول الحقيقه لانفسنا، لا نقول بانه نحن 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 وقود هذه الصهيونيه، لانه لم نتحرك صراحه مع حلفاء الصهيونيه الموجودين في الجزائر، موجودين في المغرب، في تونس، في كل البلاد العربيه. حينما نثور ونحقق هذا الاستقلال وهذا تقرير المصير، يمكن لنا. وخليني نقول لك شيء مهم جدا، وهو انه بالنسبه مرتبط بالجزائر ومصر، الوقت الذي كان الناس تموت في فلسطين، كان هناك مباراه بين الجزائر ومصر، وين موجوده بالعين بالامارات، والنظام الامارات العميل بالنسبه للصهاينه، واللي هو تقريبا لا يختلف عن النظام في الجزائر ومصر، حرموا عن الفريقين ان يتوشحوا بوشاح العلم الفلسطيني، لم يدخل حتى علم فلسطين، لم يسمع كلام. اين هذا النظام الذي يدعي انه لا يطبع مع اسرائيل؟ نعم. ويشارك في مثل هكذا مهزله، اتكلم عن النظام الجزائري، كان المفروض لا تجري هذه المباراه. ولكن الان تظهر ان هذا الانظمه بما يهمها هي المتاجره بالقضيه الفلسطينيه، والمتاجره ايضا بالارب الذين يموتون يوميا، استاذ كيكو. نعم. لانه بالنهايه لابد ان نعرف انه كمسلمين نحن، انا شخصيا اتبرأ من هذا النظام واتبرأ من كل هذه السلوكيات والى غير. وانا شخصيا شفت بعض الشباب من الجزائر في احدى المقاهي، وربما يسمعون ويعرفون على من اتكلم، فدخلت فقلت لهم المفروض توقفوا عن مشاهده هذا المباراه، اخوانكم يموتون وانتم تتعصبون، المصري والجزائري، لماذا تتعصبون على الصهيوني الذي يقتل اخوانكم في هذه اللحظه التي الان انتم تتصارعون على جلد منفوخ بالنهايه لا يعطي لشيء؟ ولو كانت الناس فرحانه في المدرجات مثل ما شفت في اليوتيوب وكذا الى غدا، هذا دليل على ان المشروع الصهيوني نجح. وطالما انه ما زلنا نحن متغمدين في هذا الفكر المتحجر، الفكر الاعمى، سنبقى مطيه. وبالمناسبه عندما يستكمل المشروع الصهيوني صراحه فلسطين وارض فلسطين الى غدا، لان شوفي فقط من 48 قبلنا بال 67، الان هم لم يقبلوا ال 67، الان اصبحنا في جزء من غزه، بعدين راح نروح سيناء، وكل البلاد العربيه الى غدا ستصبح لقمه سائغه، لان بالنهايه يعرفون الصهاينه بانه الاموال التي تصرف على الجيوش في البلاد العربيه، بالمناسبه هي لا تصرف على القضايا الاساسيه، تصرف طبيعي. من اجل قمع الشعوب، ومن اجل ايضا ادامه حكم العسكر والجنرالات والكمشه من الـ من الـ من الـ من المستفيدين من الريع في كل البلاد العربيه، لحساب شعوب مقهوره وايضا مهجره لا تختلف صراحه عن اخواننا الفلسطينيين. طيب استاذ اسماعيل، ننتقل الى محور اخر. تبوني استقبل سفير فرنسا بالجزائر يوم الاربعاء، سلمه رساله من ماكرون، والرئاسه لم تمنح يعني تفاصيل اخرى حول مضمون الرساله او حول خلفيه هذا اللقاء، طبعا في وقت لا تزال فيها العلاقات بين باريس والجزائر دعنا نقول تعرف جمودا دبلوماسيا.
تساءل العديد من المهتمين بشأن الوطني عن فحوى الرسالة، وربطها العديدون بالأوضاع الراهنة في غزة، وهل ما إذا كانت فرنسا قد طلبت من الجزائر عدم الإفراط في التنديد، الإفراط في الإدانة بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة؟ ما رأيك أستاذ إسماعيل في رؤية هؤلاء المحللين، وما قد يعني تفكر أنت، ما قد تقترح أنت قد يكون في هذه الرسالة التي يمنحها ماكرون إلى تبون في هذه الظرفية بالذات؟ اعتقد انه الامور محسومه، لانه يعرفون جيدا بان النظام في الجزائر هو نظام استعراضي، نظام بهلواني تقريبا يشتغل على فكره الاستهلاك، ويعرف انه الشعب الجزائري شعب عاطفي غير على هذا الوطن، وطن حساس، وطن القوميه العربيه، وطن فلسطين قضيتنا الاولى وكذا الى غداك، وفلسطين ظالمه او مظلومه الى غداك، هم يعرفون كل هذا الاشياء. اعتقد انه الرساله التي سلمها ماكرون لتبون هي تتعلق بتنظيم زياره الدوله التي سيقوم بها تبون لباريس في القريب العاجل. لو لم تكن هذه الاحداث الفلسطينيه لكانت في نهايه هذا الشهر على حسب معلوماتي، ولكن الان تاخر. اعتقد انه ايضا انه الموضوع وموضوع الرساله هو موضوع تقريبا تناول العلاقات بين النظام في الجزائر وايضا فرنسا، وايضا الترتيبات التي كيف يمكن لماكرون يساعد تبون في عودة ثانية قادمة. ما أعتقدش أن ربما الموضوع تناول قضية مهمة قضية فلسطين مثل القضية الفلسطينية، لأنه كان بهذه الطريقة كان ممكن أن تكون مثلا مكالمة بين الرئيسين، أو حتى محاولة لزيارة معينة إلى هناك. لكن أعتقد أنه ما أعتقدش أنه حتى ماكرون نفسه الآن هو يستعد لزيارة تل أبيب. زيارة تل أبيب فهو غير تقريبا مقتنع تماما بان الجزائر دور في مثل هكذا قضيه. نعم، طيب استاذ اسماعيل، محور اخر، غزه تعري على الديمقراطيه الغربيه، حيث اظهرت الديمقراطيات المزوره اذا صح القول، نرى ان الدول التي تنادي بحريه التعبير تقيدها اليوم امام مراه الجميع. هستيريا الاعلام الغربي ضد نجوم الكره، كرة القدم من أصول عربية الذين ساندوا غزة، مثلا كريم بنزيما الذي اتهمه وزير الداخلية الفرنسي بعلاقته بالإخوان المسلمين، عطال الذي رغم اعتذاره تم توقيفه، نصير مزراوي الذي لم يعتذر ولم يظهر أمس في تدريب بايرن بعد اجتماع عقده أول أمس مع المكتب بخصوص تدويناته حول غزة. اليوم نتساءل، هل أصلا حرية التعبير لها وجود أستاذ إسماعيل؟ هؤلاء اللاعبين أغلبهم ازدادوا بالدول الأوروبية، يعني ليسوا مجنسين. بنزيما الذي أصوله جزائرية هو فرنسي، مزواري الذي أصوله مغربية هو هولندي، لماذا استهدافهم بالضبط وإذا بعدد كبير من الفرنسيين والهولنديين الألمان، أتحدث عن الشعوب يساندون القضية الفلسطينية، لماذا النجوم، نجوم كرة القدم؟ نجوم كرة القدم بأنهم عندهم تأثير كبير داخل المجتمعات العربيه وحتى العالميه، لان عندما تكلمين على محمد صلاح او تكلمين عن بنزيما تكلمين عن نجوم كبار، وعلى كريستيانو رونالدو الذي نحييه بالمناسبه على مواقف المشرفه، ولهذا نحب كريستيانو رونالدو صراحه. فهذا النجوم ذو الاصول العربيه او العربيه بوجه التحديد الى غدين لديهم صراحه تاثير، ولديهم وجود، ولديهم محبين، ولديهم ايضا شركات راعيه تحقق ملايين من الدولارات والارباح من جراء انتمائهم للفرق الى غداك. لكن بالنسبه للمجتمع الغربي بشكل عام، هو مجتمع في اعتقادي انه يشتغل وفق رؤيه فكريه انثروبولوجيه محدوده، تقريبا تنطلق من تقريبا القرن الرابع عشر عندما انطلق بحار في الغرب يجوبون المحيطات والبحار بحثا عن التوابل والعبيد، بدا اكبر عمليه اجرام في تاريخ الانسانيه هي الانهاب والاستعمار بشكل مر برلين الاول والثاني، ونعيش استمرار لهذا المشروع لغايه الان. لكن في الجهه الاخرى للاسف ان النخب الانتليجنسيا العربيه والمسلمه لم تقدم شيء، ظلوا في كل هذه السنوات ان المفكرين مثلا الغربيين، مفكرين العرب الذين يكتبون باللغه الفرنسيه او باللغه الانجليزيه الى غداك، من امثال عندنا كمال داوود او بن جلون المغربي او صنصال بوعلام الجزائري الى غداك، كل هذه النخب ظلت دائما تقدم الغرب على انه هو البيرسون لا سيفيليزاسيون، هو مهد الحضاره، وهو تقريبا القيم التي ينبني عليها الفكر المستنير.
ولو انه على المستوى الواقعي صراحه يا استاذه كريمه هم محقون. لماذا؟ لان تقريبا الهجره لا تتم من اوروبا الى الينا، تتم من عندنا الى هذا الغرب الذي نعرف بانه هذا الغرب هو الصيفاني، ومع ذلك نذهب اليه ونصارع القوارب الموت حتى نصليه الى غداه. طيب لماذا قدمنا كنخب؟ ماذا قدمنا كلوبيات؟ لاحظي مثلا الان داخل المجتمع الفرنسي او المجتمع البريطاني او المجتمع الامريكي، المجتمعات الغربيه بشكل عام. طيب اللوبيات العربيه والمسلمه الى غداه هي تقريبا منغمسه تماما في حياتها اليوميه الى غداه، وتنسى نفسها، لا تدافع على الافكار تبع، لا تتاسس كاطراف ممكن ان تصحح من اختلالات موجوده الان في السلم القيم في الحضاره الغربيه التي هي الان دومينانت، هي المسيطره. لكن هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا النخب بما فيهم حتى الرياضيين الى غداه، عندما تدق ساعه الحقيقه الغرب يخرج عن حقيقة عن 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 صمته، ويخرج ما فيه من طبيعته، وبالتالي يظهر لهذا الذي طالما كان يخدم القيم الغربيه والمجتمع الفرنسي والى غداه، وبالنهايه ليس الا صراحه لا يشبه جده او جدته التي تم اقتيادها وتم اغتصابها وسرقتها الى غداه. وبالتالي النوع بقدر ما نحمل الغرب استاذه كريمه كل مظاهر التراجعات، وايضا هذا انعدام حريه التعبير والازدواجيه، ازدواجيه في المعامله الى غداه، لان لا يعقل ان في ناس تموت يوميا، تموت يوميا، وفي الجهه الاخرى الغرب يغمض عينيه ولا يرى فقط من يموت من الاسرائيليين. نعم نحن نقول قرر بانه كل النفوس البشريه بالنسبه لي انا غاليه، ولن لا يمكن مثلا ان اقبل مثلا ان يموت طفل او 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 شيخ او كذا كذا. من الجهه الاخرى تماما مثل ما لا اقبل حتى على ابنائي وبناتي وامهاتي وجداتي الى غداك. لماذا؟ لانه ناظر من اجل عالم فيه سلام. لكن للاسف انه نحن ايضا يجب ان نجلد ذاتنا ونتعلم كيف ننظر في المراه لكي نرى عيوبنا الحقيقيه التي هي اساسا اننا لا نشتغل، واساسا اننا نريد مثلا ان نقدم الصوره السيئه فقط على هذه المجتمعات الى غداك. لان حتى الذين يصلون بالنهايه لا يفهمون الناس بان نحن دعاه سلام، وان الدين الذي نحمله هو دين حب ودين دين سلام ودين ايضا معامله طيبه ودين يحترم الاخر، يحترم الاقليات الى غداك. دين بالعكس يعني الديريج فلا ليميير، دين كله ماشي لحياه فيها الحب والمشاعر الرقيقه، ونتمنى ان نعيش كلنا في عالم واحد. وبالتالي انه هذا اللاعبين رغم كل ما يقدمون صراحه، ولكن بالنهايه هم تقريبا الان انا شفت محمد صلاح وهو يتكلم بشيء من الاسى، لو تروحي مثلا للطب النفسي تشوف انه الرجل يعيش لحظات عصيبه في حياته، بينه هو عربي ومسلم ويرى كيف يقتلون الى غداك، لكن مش قادر يطلع كلمه ادانه لهذا الصهيوني ويتكلم. صحيح. ربما شفت انه الشاب هذا عطال تحمس، ولكن بالنهايه وصلوه الى مرحله حتى اعتذاره اصبح غير مقبول. وبالتالي انه ما فيش جبروت، ما فيش طغيان مثل ما نشاهد الان في الغرب. انا اتذكر السفير الامريكي كان في الجزائر استدعاني منذ 5 أو 6 سنوات، وكنا نتناقش وقال لي ما رايك في التيروريزم؟ قلت له التيروريزم بالنسبه لنا هو تقريبا جريمه ينبغي اجتثاثها، لكن بالنسبه لكم السيد السفير الارهاب هو مشروع، ومشروع تريدون ان تستعملونه in order to achieve your hegemony for the world، تستعملون من اجل بسط الهيمنه على كل العالم، وبالتالي انكم تصنعون مجتمع كله بالعنف وبالقوه، ولا يمكن ان يعيش الا بالقوه. تصوري 780 مليار دولار هو الميزانيه العسكريه لامريكا، اكثر من المانيا والصين وكوريا الشماليه ودول مجموعه البريك. لماذا كل الاموال؟ لماذا لا تنفق على الاقل 10 او 5% من هذه القضاء على الفقر واستعاده الامن في العالم والعيش في كنف؟ لان ما جدوى مثلا من مؤسسات دوليه مثل الامم المتحده، ما هو الدور الذي تقوم به؟ ما هو الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي، البنك الدولي؟ ماذا نقوم حتى المنظمات الانسانيه؟
اليوم حتى المجلس الاوروبي لحقوق الانسان هو يفتح تحقيق، وكانه كل الحقائق باينه للعيان. كونتونا نجم مانشستر يونايتد ونجم فرنسي قال كلام جميل يستحق الاشاده، قال بانه ما يجري في غزه لا يحتاج الى تحقيق، ما يحتاج تحقيق، ما يحتاج أكيد. حتى انك تبحث في من قام بهذه الامور واضحه. اكيد استاذ اسماعيل. وان يموت الجيش هكذا العزل، هذه ادانه للحضاره الغرب. وخليني اقول لك انه غزه ستبقى القصه وستبقى بدايه الطريق بالنسبه لعالم. اكيد انه بعد طوفان الاقصى هذا المشروع اكيد العالم سيتغير، وصعب للامريكان ان يستمر. شكرا لك الأستاذ إسماعيل معرف على هذا التحليل الرائع، شكرا لك على مشاركتك معنا في أحداث الأسبوع لهذا اليوم على قناة 22، شكرا لقسم الإخراج ولكم متابعينا على كرم المتابعة، في أمان الله.